مين عايزه الساعة 10؟ 10 ربع. 10 إلا ربع. أعرف نظام ملايكة. طريق ملايكة في الحصول على الحاجة. مش الولية قالوا لها عايزين 2.5، قعدت تتفصل معاهم لغاية ما نزلتهم 60,000. نعم. افتح اولاد اللي احنا كنا واقفين فيه. هو الناس فتحت لهم ايه؟ طلبة اللي كان بيجيب حاجة من تحت دخليهم يا ندى هتدخليهم واقفلي الباب، مفيش تاني حد يخش. ماشي؟ واحنا كنا واقفين فين يا ولاد؟ كنا بنلبس السبورت تيست صح؟ وخدنا الميكل ده بالتكلم، وبعد الميكل ايه يا ولد؟ بعد ده الانسبشن ده احنا خدناه صح؟ خدناه واحنا في الباب المتسن. الكتاب بتاعي ده مختلف اصلا. مختلف ايه؟ دكتور واحد بيقول الكتاب بتاعي مختلف. المطبعه جت على كتاب طه بالذات وغيرته. اه دكتور الكتاب القديم بدا يعمل خلاص ماشي. طيب الكلوزز وذاكور. نعم. اه. تريتمنت بتاع الميكل؟ طب ما احنا قلنا ان لو الميكل احنا ما نقصش. التريتمنت بتاع الميكل لو الميكل انفليمد بتشيل. لو الميكل نوت انفليمد. لو حد صغير في السن بنشيله. لو حد صغير في السن بنشيله. لو حد كبير في السن هو جزء كبير من عمره عدى، فاهماني؟ فاللي عداه كل ده يعديه الباقي. فاحنا بنحس الميكل كده بصباعك، اعملي كده بايدك، حس الميكل كده. لو لقيته نارونيك او في اكتوبيك تيشو، نارونيك بعرف ازاي هو نارونيك او في اكتوبيك تيشو. ايوه برافو عليك كده. لو لقيته نارونيك او في اكتوبيك تيشو هشيله، لكن لو لقيته وايد نيك وما فيهوش اكتوبيك تيشو بتسيبه. يا رأي لا تقولوا رأي. لو انفليم لو نوت انفليم صغير ولا كبير؟ صغير بنشيله، كبير بنعمله ازاي؟ كبير بنعمله ازاي؟ نشوف فيه توبيك تيشو ونار نيك ولا لا. لو فيه توبيك تيشو ونار نيك بنشيله، انما لو وايد نيك وما فيش توبيك تيشو هنخليه. ده لا دايفرتيكولوس وذا كولون ده ام سي كيو. يعني هو ام سي كيوهات اكتر منه ريتم. بيناقش ايه الدايفرتيكلوس وذا كولون ده ولا بيناقش هو احنا هو يعني ايه دايفرتيكلوم؟ كيف يتكلم الانسان لاخيه الانسان في كليه الطب عن دايفرتيكلوم؟ كونجينيتال واكوايرد لجدع. مين مثال لكونجينيتال؟ الميكل. ومين مثال لاكواير دايفرتيكلم؟ اللي هو فرنشا الباوش ودايفرتيكلوس اوف ذا كول دي اكواير. طب والاكواير دايفرتيكلم بيبقى ايه؟ يا بلشن يا تراكشن. بلشن ده زياده البريشر يقوم عامل دايفرتيكلم. تراكشن ده يعني شد من بره. اشهر مثال تراكشن دايفرتيكلم سلايدنج هيرن. سلايدنج هيرن يا ساك ويا ناس ده بتشد السيكم او الدورا بلادر. فده تراكشن دايفرتيكلم. اشهر مثال للبلشن دايفرتيكلم الفارنجيال باوش اللي هو الزنكر باوش والدايفرتيكلم. مين على ده؟ يلا لا كيف يتكلم الانسان لاخيه الانسان في كليه الطب عن ستريكشر؟ جينيتال واكوار والاكوار تيت. برافو عليكم.
كيف يتكلم الإنسان شهيد الإنسان في كلية الطب عن كسترة؟ جينيتال وأكواير، والأكواير تيت برافو عليهم. كيف يتكلم الإنسان لأخيه الإنسان في كلية الطب عن دايجر تيت؟ جينيتال وأكواير، والأكواير بالشن وتراكشن. فاهمين هذا؟ الدايفرتيكلوسوم ذا كولون يندرج تحت عنوان أكواير بالشن. عارفين الدايفرتيكلم قد يكون ترو وقد يكون فولس، صح؟ يعني ايه ترو دايفرتيكلم؟ يعني كل الليرز ميكوزا وسبميكوزا ومسكولوزا وسيروزا. امال يعني ايه فولس دايفرتيكلم؟ يعني ميكوزا بس، ميكوزا بس. يلا قولوا لي مثال لترو دايفرتيكلم. مثل المثل ده ميكوزا وسبميكوزا ومسكولوزا وسيروزا. انما الفارينجال باوش والدايفرتيكلوم ذا كلهم فولس دايفرتيكلوم، دول ميكوزا بس. فولس دايفرتيكلوم ميكوزا بس. يلا يا دايفرتيكلوم ذا كلهم كونجينيتال ولا اكواير؟ اكواير. بلشن ولا تراكشن؟ بلشن. ترو ولا فولس؟ يعني ما اعرفش العب معاك في الامسكات تعرفوا تقطعهم ليه؟ السؤال الجاي وش معنى يعني الكولون اللي ظهرت في الخاصيه دي؟ سواء الشعر دي كلها الشعر دي كلها الموديل ده منهم البلاد بس. البلاد بس بيخش من هنا. معلش عايز اسال سؤال اي بي كده. قولوا لي الاول ايه تعريف الاي بي؟ حلو قوي. هو ده البلاد بس دي داخله ولا خارجه؟ داخله وخارجه. داخله وخارجه تبع ايه؟ ارتريولاتين. مش انتوا وقعتوا فيها مره؟ لا. انا في شنطه كده؟ طب زي نفس السؤال تاني. لا 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 يوسع يكون لا 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 يختلف ايه عن بقية الجايد؟ الرافضون تحت التراب في الهيستولوجي كله يختلف عن الجاي تي في ان اللونجيتيدنال ماسل فايبر عامله تينيا كولاي. مش عايزين سايلينها ولا مين مش فاهم؟ ما الرسوم كده يا ان الكولون يختلف عن الجاي تي في ان في لونجيتيدنال ماسل فايبر عامله تينيا كولاي. طب قولوا لي تينيا كولاي كم واحد؟ بقى مرتين. ثلاثة هما فاهمين؟ وبعدين في البلفس الداخل مع الامساك الميكوزا بص دي ان بتوين التينيا كولاي متفتحات البلفس ان بتوين التينيا كولاي الميكوزا بص الميكوزا بص. يلا لا تقولوا لي هنحطها في الشريطه ولا اكواير؟ بالشن ولا تراكشن؟ رو ولا فولس؟ هتيجي من فتحات البلاد فيسل ان بتوين التينيا كولاي.
السؤال الجاي سببها الإمساك. يلا قولوا لي مين ممسك أكتر؟ لا ما بتكلمش عن مصر، مصر تبقى المنوفية أكتر ناس ممسكة، لكن أنا بتكلم عن العالم كله، مين عنده إمساك أكتر، أوروبا ولا المصريين؟ أوروبا. ليه؟ طبيعة أكلهم بياكلوا ستيك وبطاطس محمرة، ما إحنا بناكل إيه؟ خضار، رز بالخضار، خضار سوتيه، نبلع بسلطة خضراء. هما بقى ما فيش الكلام ده هنا لا. فهما ايه بياكلوا صوص كاتشب ومسترد يعملوا لهم كولايتس، فاهمني؟ وبالتالي طبيعه اكلهم مخليهم عندهم امساك اكتر مننا. السؤال الجاي تفتكر الدايبتكوسو بزاكورو يحصل في سن صغير ولا في الخمسينات كده؟ يا ولاد في الخمسينات على بال ما الكونستيجيشن ياخد وقت، حتى الكونستيجيشن يا ولاد بيزيد بالعمر. ففي الواحد لما يعجز الكونستيجيشن يزيد. فاولا ايه تخيلوا ساعات يسالك في سؤال ام سي كيو هو الدايبتكوسو بزاكورو كومن في مصر اكتر ولا في اوروبا؟ طالب ماله من اوروبا؟ هو عارف مصر عشان يعرف اوروبا. هنا لا. وبعدين يقعد يسالك هو كومن في سن كام؟ عشان تقول له الخمسينات. بعدين يسالك اسئله رخمه كده. هو الدايبرتيكلوس اكتر حته فين؟ لانه حته في كولون. سيجمون كولون. السؤال الجاي اشمعنى؟ هو الكاكا في سيجمون كولون. هو المخزون بتاع الكاكا بتاعنا فين؟ سيجمون كولون. مش الفرد ده لمين طهرة؟ طهرة وايه؟ وهتفضل كتير ولما المطهر كده امال الكاكا بتاع موجود فين؟ شمال. تعرفين الجسم بيخزن الكاكا فين؟ في البلد كله. وبالتالي لما مخزون الكاكا يزيد يوم الدايفرتيكيلوزيس يظهر، فاهمين هذا ولا لا؟ السؤال الجاي طب فين حته في الكولون ما يحصلش فيها دايفرتيكيلوزيس؟ الربطه. اشمعنى؟ عشان ما فيهوش لينيا كولايت. الريكتم كومبليت كول. شايفين يا اولاد التركات عامله ازاي في الام اس كيو؟ مش كده الموضوع ده مش ريتن. الموضوع ده اولاد احلى حاجه ليه ام اس كيوهات. الادعاء بقى كام؟ السن كام؟ الحته اللي ما حصلش فيها دايفرتيكلوزيس ايه؟ نوع الدايفرتيكلم ترو ولا فولس؟ بلشر ولا تراكشر؟ فاهمين اهو؟ السؤال الجاي طب هو هيسالوا ام اس كيوهات كده ليه؟ سواء الموضوع اولاد يعني ممكن حد يبقى عنده دايبرتيكسوس اقولهم وما بيشتريش من حاجه جديده. هو ايه القديم اللي عنده؟ يعني واحد ممسك بطبعه وبعدين عجز فالامساك زاد عليه شويه لكن ما فيش جديد، ما فيش جديد في حياته. جاله دايبرتيكلوزيس ما فيش جديد في حياته. الجديد ايه؟ ان يبقى كومبليكيتد. لما يبقى كومبليكيتد يبقى في جديد. اذا هو لو حب يحط على حاجه ريتن هيبقى ايه؟ كومبليكيشن. لو حب يحط على حاجه ريتن هيبقى كومبليكيشن. يا لهوي لو جاب سيرته كومبليكيشن يا لهوي على اللي هيحصل. تعالى تعالى اطلع من الترابط. اقول لك انا اقترح الناس تقف بره وكل ربع ساعه نربط الباب ومدخلين الكرونيك ديليرز. ليه؟ كل واحد عارف نفسه يعمل اقتراح عشان خاطر ايه؟ هو كشاب يبقى مبسوط. قول لي انا لو حد كان دايفرتيكلايتس دايفرتيكلايتس البنت بتقول انا قلت كلمه كده لفت ام بصيف قلتها يعني وانا بشرح لكم الميتال دايفرتيكلايتس. قلت لكم ان الميتال دايفرتيكلايتس بين في رايت ايديا كوسا. امال مين اللي يعمل بين في لفت ايديا كوسا؟ دايفرتيكلوزم ذا بنت بتقول
بيسموا الدايفرتيكولايتس البلفيك كولون سالفتا من سايز. يلا احكي لهم بقى ايه اللي هيحصل لو حصل دايفرتيكولايتس البلفيك كولون. هيبقى عنده جاردينج وريجيديتي وريباور تقدر يسالف السايز كمان. عنده جاردينج وريجيديتي انفليكتيجا القصه وجاردينج وريجيديتي. احكي لهم التوابع اللي هيحصلوا ايه. ممكن تبقى فريق يعملوا ايه؟ يعمل ماس. ماس برافو عليك. ليه لوكالايز بالفرايز ماس تمام. يعمل جنرالايز بالفرايز برافو عليك شاطر. طب لو حد جاله دايفرتيكولايتس البلفيك كول انتوا مع الشاب دوت بيتكلم بالانجليزي؟ لو حد جاله دايفرتيكولايتس البلفيك كول فرقعت ازاي 48 ساعه فعمل جنرالايز بالفرايز انت بتعرف ازاي تلاقيه تاني من البطن دي فيها جنرالايز بالفرايز؟ بورد. شوف الاد عشان تقول بورد. بورد ايوه 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 اسمع عليك بورد لايك بعدين. انا بقول لك لوكال انفليكشن شفت الجنرال انفليكشن عمرك شفت بطن شوك؟ ايوه سالت شوك ده جنرال ايوه عمال يقول لي اقتراحات بس تمام وحتى كان اقتراحاته واقع يعني جرى البطن بتاعت البنايتس فيها ريجيديتي وجاردن وتندر تسديد وتندر وريباوند تندر وبالبركشن شيفتنج ريدند وسكالتيشن ديمينيشن سنة سنة شمال انت بس لما انت حافظ قول لي بالانسبكشن حكايه ايه؟ انسبكشن ريجيتش كل ورايا انسبكشن ريجيتش مفيش بلبيش دارك دي بلبيش يلا نكمل بركشن سكالتيشن سنة سبعة بي ار تبع ميل ولا فوق ميل؟ الواحدة أنت ما قلتهاش بس عايزة واحدة تكلم قوي مش سبعة بضمفر قاطع طريق تفتكر مين في العيال دي ممكن يقول لك؟ كولن ساين ده كولن ساين ده هيموريدج مش باص هيموريدج لما يكون في دم جوه راح يتحرك شوف الشمال ده بيقولك معايا كولن مين معاه حاجة جامدة يقولها دلوقتي؟ ايه؟ فيسس هيبوكراتيكا دي جنرال اكزامينيشن فيسس هيبوكراتيكا دي لوكال اكزامينيشن في الابدومين شايف يا ابني زمالك الفقر بص على الاجابات واحده تقول لك قول الساين تقول لها ايه قالت لك ده فقر مصر قوي واحد قال لها لوكال اكزامينيشن الابدومين بص دايما على الوش عيال ايه؟ عيال حسن اي حد يفتح في وسطهم diminish the liver dullness عشان في اير اندر ديفراج مش انتوا عارفينها؟ انتوا قلتيها هنا بس بصوت واطي diminish the liver dullness خلي بالكم ما حدش بيكتبها اشمعنى؟ عايز اي كيو بقى عايز اي كيو الباقي بيبقى محفوظ محفوظ diminish the liver dullness عشان بيرفريت بس كويس يا كلهم لو حد جاله دايفرتيكولايتس فرقعت وعمل جينات بريكولايتس تحب تعملوا انفستيجيشن ايه عشان دايجنوز؟ غير السي سي الترا ساوند جدع هتلاقي فيو بتعمل ايه؟ اسبيريشن
بعمل باقي كالتشر سيستم صعب هنا تحط سهل اه سهل اوي ده تمرين سهل اعمل اسبيريشن واعمل كالتشر سيستم واعمل دي ان اي من جي بليد اكس ري ابدو من ايريك الاقي اير اندر ده لعلمك ما تحتاجش سونار لو عملت بليد اكس ري ابدو من ايريك ده اير اندر ده فرق الشق في حاجه مفرومه جوه شق اخلص انه احلى على بليد اكس ري ابدو من ايريك ولا بليد اكس ري تشيست ايريك تشيست ايريك شوف كلام دي بتعدوكم معلومات ازاي؟ جميلة عدوكم معلومات جميلة تخيل واحد جالك قال لك كده دايفرتيكولايتس زابين كله سؤال بعشر درجات طيب يا لو دي كومبليكيشن دي كلمة دي كلمة دايفرتيكولايتس بس كلمة يالا دي موضوع ده بطن بطن بني آدم يلا قولي لو فرقعت يلا عامل جراز من الترايز فرقوا بقى الوحش ده دلوقتي هو القير هو المعلومات نازلة عليه بقى وسهال بومبو عمالة تلف 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 قولي يلا لو حد عنده جراز من الترايز كده تحب تعمل ازاي؟ اه ريسسيتيشن في مصرايل ولايف ده بعدين اخلاص كوليكس وهارت من ضد كتير قوي كتير قوي مش ولا ايه صح ولا لا لا طيب قول لي لو بقى ايه دايفرتيكولايتس قعدت اكتر من 48 ساعه فاستدعت المومنتم وعمل الناس هتعمل ايه؟ تكون زرقة تمام رايل ولاين وكازيتا وفلويد مستني ايه؟ بس ترجع لورا طبعا انت هتعرفها وهي بتجيب الزماره السياره تعود الى الخلف قصدك بس ايه؟ الاكزامينرز دول والله اليوم اللي ولازم يقعد يسمع الكلام ده هو ساكت زي تمام لو لقيت الماس بتريجريس ولا بتعمل ايه؟ راحت ايش امشي يا ماس روح عليك حاسس بيه انا سيكشن انا هتديله زبادي شوفينا وعصير شوفينا وبعض شرائية وسجير وليومايس لغاية ما قولوا لي بقى ايه؟ كله طاهر الباب توالات هو عارف كان ساعات المثل يمشي قال لي العيان بقى يتلك قلت له هتعمل ايه؟ قال لي اخش اشيل بص في الاخر هشيل واصل قال طبعا مش واخد باله بقى عارف هو فاهم هو فاهم بس الداتا ايه؟ بطيئة من قلة ايه يا ولاد؟ من قلة المذاكرة شوفوا زميلكم اللي عمال ينام في القصة ده يقول لي كولكس وهارتمان
¡Papel! كويس يا اخوان، المعلومات عايزها اسرع شويه اسرع شويه. لسه انت صاحب اقتراحات اللي عايز يقترح حاجات يا راجل يقترح، يقف يقول لي انا بقترح كذا. افرض يا هو عنده ماس كده رش صديق وعمل اس تابلت جدع الترا ساوند جايدد اسبيريشن، ايه احسن انفستيجيشن تشوف بيه دايفرتيكولار ماس او دايفرتيكولار ابس؟ دي مش هتجاوبها. سي تي سكان وز كونتراست، سي تي وز كونتراست مكتوب عندكم انها ذا بيست، مكتوبه علموا عليها. شكرا يا دكتور، اكتبوا عليها وقد نبه الدكتور عليها وقال لي حولط فيها في الام اس كيو، وهحط عليها خطوط مرتين ثلاثه، كل مره احط تحتها خط وانسى ثاني. فماذا ماذا يفعل؟ وماذا افعل؟ وماذا يفعل الاخر؟ فاهمين ولا لا؟ احسن انفستيجيشن للدايفرتيكولار ماس والدايفرتيكولار ابسس او اديسي تي، احسن انفستيجيشن للدايفرتيكولار ماس والدايفرتيكولار ابسس سي تي، احسن انفستيجيشن للدايفرتيكولار ماس والدايفرتيكولار ابسس سي تي. اتجاه الدكتور احسن انفستيجيشن للدايفرتيكولار ماس والدايفرتيكولار ابسس سي تي، عشان كتابك معايا. لكن واخدين بالكم يا ريت لو جالك دايفرتيكولايتس اوبزرفيتد كولون، شايف السؤال عامل ازاي؟ كبير يا لهوي، ده انت عندك كلام جامد جدا. افرضوا السؤال جه كده بليدنج بالرقبه ملحوظه سيفير بليدنج بالرقبه في اولد ايج دايفرتيكولايتس اوبزرفيتد مش كانسر. كانسر ما عملش سيفير بليدنج بالرقبه، جامد بليدنج بالرقبه بس سيفير. سيفير بليدنج بالرقبه في اولد ايج دايفرتيكولايتس اوبزرفيتد. اما بليدنج بالريكتم من الدايفرتيكلر، واخدين بالكم انه داخل خارج من فتح البلاد فيسل، يا اما خلي بالكم بقى كومن اسوشيشن، كومن اسوشيشن مع الدايفرتيكلوزيس اوف ذا كولون انجيوميتا سمال فورميشن في الرايت سايد. معلش انا حتى ركز معايا، انجيو يعني مطس لايت انجيوميتاس يعني بلاد فيسلز كده مال ارينجمنت، يعني بتبقى موجوده في الرايت سايد اوف ذا كور، يبقى الدايفرتيكولم شمال والانجيومنت اسمال فورميشن ايه؟ يمين، والبلين بالرقم جاي من يمين مش من الشمال. ظاهره غريبه جدا طبعا. الظاهره دي وانت عمال تكتب، يعني انت دلوقتي عمال تكتب انجيومنتس وعمال تحفظ انجيومنتس 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 انجيومنتس، وانت عبيط اصلا. انجيومنتس دي اخطر حاجه. قول لي انت متضايق ايه؟ يعني متضايق ايه للاسوشيشن ده؟ ماشي، ايه تاني؟ هيبقى عندي مشكلة في اللوكاليزيشن البليد. يعني واحد عجوز عنده سكين بليد بالرقبة، فأنت قررت إن ده دايفرتيكولوزيس، أنت داخل تشيل الليفت سايد، هيفضل عنيد لان بين ذا رايت سايد. مش انا عندي مشكله كبيره، اما عاني يجي لك بسيفير بليدنج بالرقبه ودايفرتيكولوس اوف ذا كولون، لازم تعمل لوكاليزيشن للسايتو بليدنج الاول، لان ممكن يبقى من دايفرتيكولم وممكن يبقى من انجيومنت اسمال فورميشن. ولعلمكم لو فشلت في لوكاليزيشن للسايتو بليدنج بالانفستيجيشن هيبقى العلاج توتال كوليكت. توتال كوليكتوم يوصيك ايه؟ اسيب الابندكس؟ اسيب الرقبة؟
هسيب المناخير على الطبق هسيب ايه والمناخير طب لا ما تسيبش الابد عشان دي رايك يعني المخ والابندكس ما فيهاش سينا كولاي الابندكس كله ليه ما سيبش الابندكس يعني انا سبت كله كله بس الابندكس ماسكه فيه وبعدين ده حته اسمها الزايده يعني احنا لو فتحنا بطن عيان نيجاتيف اكسبلوريشن بنشيل الزايده كده تخيل واحد قرر انه يشيل كله كله السيكا يشيل الزايده لوحدها ده فكرت أو واحد قرر يلزق ازاي ده في الربطة احنا اولاد بنعمل توتال كوليكتومي ونسيب الربطة ونعمل ايديو ريكتال انستوموتري ايه تفتكروا الرياض دي تبقوا بعد كده ده امبارح والله انا في العمليات كان في طالب واد امتياز بيركب انبوبة العيال اول ما شافني قال لي ازيك يا دكتور؟ ايه اليوم اللي بقينا فيه زمان؟ حاجة خطر جدا. تاخد بالك بلد ان احنا بنعمل توتال كوليكتومي توتال كوليكتومي لو ما عرفتش ان انا لوكالايز السايت ما انا هعمل ايه؟ ممكن يكون بليدنج مش من دايفرتيكولا ممكن يكون من انجيوميتاس ايه؟ مالفورميشن. يلا لك كده اقول الكلام اللي انا كنت عايز اوصله. سيفير بليدنج بالريكتا في اوضه ايه؟ ممكن يكون دايفرتيكولا طبعا لازم تسكلود البايب بواسير مثلا حاجات الانال لو ما لقيتش حاجه انال هيبقى دايفرتيكولا ذا كولوم قبل الكانسر لانه سيفير بليدنج فاهمين؟ الكانسر يعمل بين بريكتم طبعا لكن سبيل كده يبقى الدايفيرتيكس وذا كولون اكتر. في مشكله في بليدنج من الدايفيرتيكس وذا كولون ان انا لازم احدد السايت اوف بليدنج قبل ما اعمل ريزكشن. لو ما عرفتش هيبقى العلاج توتال كوليكتور وايليوريكتال انستموتر. يجي بقى سؤال الاي كيو ما هو تعريف الاي كيو؟ ده معلومات سابقه في حل مشاكل جانيه. يلا قولوا لي هنعمل لوكاليزيشن لسايت اوف بليدنج ازاي؟ انجيوجرافي او تكنيشن. انجيوجرافي بصبغه او تكنيشن او ايه؟ او اندوسكوب. امال مين اللي مش هنستخدمه؟ باريم. قولوا لي معدل. باريم زائد بليدنج يساوي صار. انا ممكن اعمل باريم للدايفنتيكلوز بس مش كومبليكيتد. بلاقي باوشز كده طالع من الكول بيقولوا عليها اسنان المنشار صور كيس كبيره. بصوا على منظر الباريوم عندهم. الباريوم ده مش في عيان بليدنج اكتب جنب الباريوم صوره الباريوم مش في عيان بليدنج يا ساقط مش في عيان بليدنج. هكمل انا ماليش دعوه. يعني علينا انا سؤال مفيش مشاكل يعني فاهمين على ده ولا لا؟ ايه ده؟ ايه السهوله دي؟ تخيلوا ممكن حد يجيله كرونيك دايفرتيكولايتس في الكولون كولايتس وتلزق في اليورينا للبلدة وتعمل فسر. يعني ممكن حد يجيله دايفيرتورونيك دايفيرتيكولايتس في الكولون وتلزق في اليورينا بلدة وتعمل فستلة مع اليورينا بلدة. انت ولا انت دكتور دلوقتي مثلا وجالك عيان قال لك كلمه كده انت قلت يا لهوي يا حسني ده عنده دايفرتيكلام بين الرياض بدر والكولو. نيوماتوريا. اه فيستلا بين الرياض بدر والكولو. هيقول لك ايه؟ نيوماتوريا. قال لك فيستول مع اليورين وايه تاني؟ فليتس. فليتس مع اليورين.
هو امتى يالا الفريتاس دي بتطلع مع اليوتيوب؟ يوم اتولي ما اعرفش امتى الصراحه. ما تعرفش امتى؟ هو انا بسالك الساعه كام؟ بسالك الساعه آه بسالك في اول التبول ولا اخر التبول؟ ليه يا اخي؟ عشان مليونير مش الهواء خفيف. الهواء بيبقى فوق الميه، عمرك شفت ميه فوق الهواء؟ لو كان الميه ولاد بتبقى فوق الهواء كان عدى هواء الاول. لكن طول عمر الهواء غالي بيبقى فوق الميه. فاهمين على ده؟ فبالتالي عندي بول 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 وفي اخر التبول ظاهره غريبه جدا. انت هتفهمها لوحدك؟ لا لازم اكون انا قايلها عشان ما اقولها قدامك عشان ما تتقال قدامك تقول لا اصبر عليك هو ده الفيست لا فاهمين على ده؟ أرس الكولايتس والكرون طبعا دي موضوعات في الأصل موضوعات بطن ولكن هنشرحها عشان نوري عشان نوري ما ينطش في الكرش ماني عشان لو حد حاول معاك كده ولا كده يعني من سنة من السنة اللي فاتت لا 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 تعال خرج قالوا لي ورقة البطن يا دكتور يا لهوي كانت جراحة يعني شالت ورقة البطن طبعا الجراحة تقدر تشيل ورقة البطن طول عمرها لأن الجراحة عندنا فيها بويتر البطن قدس بويتر البطن من علاج بطنة وجراحة وبعدين بتوع البطنة هيشرحوا لكم الاندوكراين وبعدين ما بسالكم في الكوشي بقول لكم كروموسايتوما في الفراجعات هلاقي نفس الوش ده فهضطر ان انا فلو جه كوشي ده وفي كروموسايتوما هتجاوبه من الجراحه برضه سبحان الله بس ليه اولاد بتجاوب بقى وانت بتجي لي الوش ده انا ما اعرفش نفسي اشوف كل الامتحان الصبح اشوف يوم انتوا بتجاوبوا كده بدل ما انا طول الوقت مثلا الاسكرايتس والكرونز دي انتوا خدتوها في الباثولوجي قبل كده وممكن تكون بتوع الاطفال حول فانا عايزك تسيب الكتاب خالص وتسمعني لان هي موضوعات اولاد لازم تتفهم مش تتحول يعني ايه كرونز واسكرايتس؟ يعني التهابات في الانتستين عايز أمارة الموضوع اسمه انفلاماتوري باول التهاب في البول طب قولوا لي كده اول توابع عندك لكلمه التهاب في البول هو لما حد يجي له التهاب في البول يشتكي من ايه؟ ايه ده يعني احنا الليله ايه؟ الليله ايه؟ دايريه الليله دايريه السؤال الجاي احسن ناس شرحوا لكم دايريه الاطفال فبتوع الاطفال بيشرح اولاد حاجه اسمها انفكتيف دايريا ويقعد يقول لك الدايريا بقى قد تكون فيروس وقد تكون بكتيريا ولو فيروس بيبقى العام السخن قوي والاسهال زي الميه والعام بيبقى دايهيدريتد جامد قوي وملوش ريحه انما لو بكتيريا بيبقى العام سخن قوي والكاكا ريحته قبر فاهمني؟ فلما ولازم تفرق عشان لو بكتيريا هنديله مضاد ايه؟ حيوي ومع محلول معالجه الجفاف انما لو فيروس محلول معالجه الجفاف بس هو الراس يعدي. والدكتوره اصلا كانت عايزه تنام قاعده ورا الكرسي وانا قايل خليها فقالت تطفي النور. من هذا لا بس هم بتوع الاطفال يا ولاد بيشرحوا دايما انفكت الدارية انا هشرح لكم نوعيه ثانيه من الدارية دايريا اوف انون ايتيولوجي طب لما استنى يا ولاد سيب الكتاب ولما هي دايريا اوف انون ايتيولوجي هعرفها ازاي؟ مش عارفين نعرفها
بندي كورتيزونات ومطهر معهم. يعني عندما بيخفش خالص مالص خالص خالص مال بيبقى ايه؟ يعني اوتوميون ريميشن اكسسربيشن. يعني ايه اروم؟ يعني الطالب اللي عنده اصل كولايتس او كرون هيجي فترة كده يجيب عننا اسبوع 10 ايام بعدين يرجع. اساله انت غبت ليه الفترة اللي فاتت دي؟ يقول لك كنت تعبان ساكن زايد عليا. تخش الحمام يا دكتور يجي 20 مرة في اليوم. 20 مرة في اليوم ده ما عادش احضر المحاضرة ليه؟ لازم يقعد في الحمام يستقبل المحاضرة جوه الحمام. بعد شوية يتحسن يبقى الإنسان أربع خمس مرات في اليوم فيقدر يطلع بس يخش الحمام مرة ويخش بس. هو ده موضوع. أنا دلوقتي بدأت بشرح لكم موضوع اللي هو إيه؟ موضوع اللي هو الإسهال. بلاش ده رياضة إسهال مش جديد. إسهال ريزيستنت فورتري. مين عنده يسهل أكتر؟ مصريين ولا فروم؟ مصريين. واحد قال الفروم فقالوا لي قال يا رب يجيبوا لي. ده واحد قاعد على الشركة أقول له اللي مساك أكتر في أوروبا ولا في مصر؟ يقول لي في أوروبا. أقول له اللي سهل يقول لي برضه. هي أتسقط ظنيا يعني. فارق جاي. طب وليه اللي سهل عندنا أكتر من أوروبا؟ دواء حر. احنا دواء حر ولا عندنا دبان. والدبانه دي ولاد حشره قذره فيها شعر كتير. فيها شعر كتير قوي طبعا فسكات وبعدين تطير وما بحرقها. احنا بشع فتوت القطار كده على اكل تجيب لك دايره جنبك. اوعى تفتكر ان هما بره ما عندهمش جاستروانترايتس عشان هما انضف مننا. لا طبعا الدنيا برد جدا. ده بيلعبوا مع بعض في التلج. مش انتوا بتشوفوهم في الكريسماس بيقعدوا يلعبوا مع بعض في التلج؟ عمرك شفت دبانه طايره في الفريزر؟ لو لقيت دبانه طايره في الفريزر تبقى الدبانه دي برافو عليك تعرف الدبانه الناجحه من الدبانه. كان ما حد في اوروبا اولاد يجيب له اسهال يقول لك اوه دايريه كرونز هاتسب كولايتس. فاهمين؟ انا عندنا في دايريه عايز اقول لك انا عندي سام دول في نفس الفلاجيل احنا الاثنين. انا رات العين بينفذوا مننا اه طبعا بينفذوا في الدايجنوستيك عندنا حاجه بصراحه. يعني احنا عندنا اسباب للاسهال كتير قوي قبل ما نقف على الكرونز والاصل كولايتس. وبالتالي العام بيتشخص اولاد انه جاسترونترايتس وبيدوله علاج جاسترونترايتس. بس المشكله ايه؟ ما بيخفش. فلما الجاسترونترايتس ما بيخفش لفتره الدكتور لازم يبقى ذكي لدرجه انه يطلب للعيان ستول اناليسيز ومنظار ستول اناليسيز وستول كلتشر. خلي بالكم ستيل هو جاسترونترايتس وانا اديته العلاج ما خفش. بس احنا عندنا ايشي التاميبا وايشي جياردية وايشي كولاي وايشي فيروسات حاجات كتير قوي يا اولاد. فضلوا بستول كلتشر الاول كده وش ومنظار. فاهمين يا ولاد؟ وبالتالي انا عايز الفت نظركم ان الكرونز والاسترونترايتس بالنسبه لنا احنا دايريا ريزيستنت فور. فاهمين عليك؟ يعني مش عايز اقول طبعا ان في ناس بتبقى دكاتره. يعني من كام سنه كده كان في طالب منكم بس طالب راح يجيب بقى كلمه حق بعد ما بقاش غزال طالب. وبعدين جاله هو امتياز جاله جاسترونترايتس جامده قعدوا على الكوما تخفش فطلب ان هو يعمل ستول كلتشر وكده. طلع اصلا
مين اللي شخصه؟ هو عمال يقولوا انا ما بخفش ده على العلاج، ما بخفش ده على العلاج، فمن رد فراح هو كان بيفهم الحصه، كان بيفهم المحاضرات، غير بقى ناس كتير قاعده كده ما شافش. فاستنى بالداتا يا ولد الشهر الجاي. طب لما انا بتكلم من الصبح عن دايريا ريزيستنت فور تري، امال ليه مقسمينها اصلا كلايتس وكورونا؟ الباثولوجي مختلف مش كلينيكال بيكتشر، الباثولوجي. الالسيف كولايتس ده عباره عن ايه؟ زميلك عمال يقول السر في الكولون، السر في الكولون، بقول له ليه؟ قال لي السيف كولايتس هي التهابات والسريشن في الكولون. التهابات بعماره ايه؟ كولايتس والسريشن بعماره ايه؟ حته تانية غير الكولوم؟ هو مش المرض اسمه اصلا كولايتس؟ يبقى الالسرز فين؟ في الكولوم. ساعات يبقى الايديوسيكال فالف بايظ فيقعد يعدي سم على التيرمينال ايليا. ما خلي بالك الكولوم مليان سم، الكولوم مليان سم، فساعات السم ده يعدي من الايديوسيكال فالف لانه بايظ فيعور شويه في التيرمينال ايليا. بس التيرمينال ايليا ما فيهوش حاجه، ده باك بوش، باك بوش ايليايتس، يعني ده باك بوش ايليايتس، لكن هو المرض ليميتد بالكولوم. واصل الكولايتس ده عباره عن ايه؟ التهابات والسرز في الكولوم بعماره ايه؟ اصل الكولايتس. امال الكرونز ايه؟ يجي في اي حته في الشهر يجي بالماوس ده ايه؟ لكن الكومنست سايت الايديوسيكال جانكشن لدرجه ان الاسم القديم للكرونز ريجنال ايليايتس. الاسم القديم بتاع كرونز ريجنال ايليايتس. وثلاث الطلبه هتفضل ماسكه الكتاب ورايحه جايه قدامي، وبعدين في الاخر انا قلت والله العظيم كل معلومات موجوده، والله انا ولاد الحب عليك معلومات، انا هحط لك معلومه زياده انت عارف سجل اللي هنا اصلا عشان ازود عليها. خالص. وانا هسألك سؤال، فيكم ناس شاطرة قرأت الكرونز والأصل كرايتس في الكرونز؟ وبعدين بعد ما قريتهم أو لو ما أعرفش هم عملوا إيه. لكن طلع من الترم خالص صفر جديد. وخلاص هي القصة دي. لا تفهم كرونز والأصل كرايتس هتمشي في الشارع من غير كرونز والأصل كرايتس بقيت عمرك. يعني ماشي زي الحيوان الشارد كده. فأنت هتفهم يا اما مش هتعرف تقراهم اصلا. فاهمين؟ وهم ما بيكتبوش ولا انا زمان ولا قبلكم ولا حاجه. انا دي مش محتاجي اصلا. مش هشرح لك حاجه. انا ما فهمتهمش يا ولاد الا كده. السيكونس ده. فاهمين؟ هو الموضوع ايه؟ مثال. مش معنى؟ الموضوع اسمه انفلاماتوري باول. فهمتها منين؟ في كتاب اسمه كوشير. هو مش فاصلهم عن بعض، هو كتب انفلاماتوري باول ديز وقعد يسيح بقى. ويقعد يتكلم، فانا كنت متضايق منه في الاول. فين الحاجات اللي هنحفظها؟ وبعدين فوجئت بحاجه انه فظيع جامد جدا. هو فعلا موضوعات ما بتدرسش ده كده، ممكن نكتبها بطريقه ثانيه عشان تتحفظ. لكن ساعه ما نفهمها هي ما تخشش ده كده. انا بتكلم عن انفلاميشن في الباول. يعني ايه انفلاميشن في الباول؟ يعني ده صار جاي ده مالها بقى؟ ريزيستنت فور تريتمنت. طب والكلمة دي مهمة عندنا احنا ليه؟ عشان هم أي دايريا هناك بيشكوا في كرونز أصلا. أقول كده. هم ما عندهمش انفكشن أصلا. فاهمين يا ولاد؟ وهو أكثر الناس إصابة بالكرونز اليهود. عشان كده تلاقوا أسئلة الزمالة والمعادلة وبتاع كتير قوي فيها كرونز والأصل في كولايتس. احنا في مصر هنا مفيش حل انك تفهم كرونز واصل كولايتس غير انك تفهم انها دايريا ريزيستنت فور تريتمنت، والا مش هتشخص. يعني اول دكتور هيشوف العيان هيفهم كل العيان. هيدي له علاج جاستروانترايتس وانا عصرف تماما. ولكن لو عدت من الدكتور الثاني فهو ايه؟ حلوف. لو عدت من الثالث فهو حمار. وش كده.
هي دايريا ريزيستنت فور 3 صار الجاي. هما ليه بيقسموها برونز واسترفلايتس؟ عشان باثولوجي مختلف. الاسترفلايتس ده مرض ليميتد للكولون بس، انفلاميشنز والسرز في الكولون ياخد الميكوزا والصف الميكوزا، انما كرونز دي في اي حته في الجي اي تي من الماوس للانس. السؤال الجاي يعني هو هيجي في اي حته من الجي اي تي من الماوس لغايه الانس وياخد كل التكالة، ميكوزا وصف ميكوزا ومسكلوزا وسلوزا. طب مين عرفت؟ السؤال الجاي طب هو نقدر نبص للموضوع على انه الكرونز اشمل واعم، لكن الالستر كولايتس لوكالايز ديزيز، الالستر كولايتس لوكال كولون لوكال من الميكوزا وصف ميكوزا، لكن الكرونز مرض اشمل واخد الميكوزا وصف ميكوزا والمسكلوزا والسلوزا. واضحه؟ طب وانا هعالج العين ازاي؟ وانا عارف السبب؟ مش عارف. فانا هديله كورتيزون. مش هو التبات؟ بص يا ولاد، احنا الالتهابات دي يعني ايه؟ يعني نعالج السبب، يوم جهاز المناعه يهدى. يعني زي ما بتقولوا كده نساعد جهاز المناعه. فاحنا شفنا البكتيريا وشفنا الفيروسات. فاحنا بندي دواء يموت البكتيريا ويموت ايه؟ الفيروسات عشان نساعد جهاز المناعه. افرضوا ما احناش عارفين السبب ايه؟ وقف جهاز المناعه. بس. فبيدوا كورتيزونات زي روماتويد ارثرايتس والانكلوزنس والكلايتس. ايوه بس هو الكولون متعور او الجي اي تي متعوره من التهابات. والجي اي تي دي مليانه بكتيريا. مليانه كقاع يا اولاد، مليانه بكتيريا. ادي انتستاينال انسيبت. هو ده العلاج. وبعدين جايله انه ما يخشش في ايه؟ اكسسربيشن. وتخليه منتين على الريميشن كده. وما يخشش في اكسسربيشن على قد ما نقدر. يعني العيان ده هيفضل مشكلته ان هو بيخش الحمام 5 مرات واصحابه بيخش الحمام مره واحده؟ لا. الالسر كولايتس بالوقت ممكن تقلب مريض. طب ما دي مشكله يا دكتور. تقلب مريض بعد 10 سنين وعقد الله فيك. وعقد الله فيك. واقف قاعد وعقد الله فيك. لو عدى عليه اكتر من 10 سنين عدى عليه اكتر من 10 سنين ممكن يقلب ملاك. يقلب كانسر كولو. طب وانا قاعد استنى ما يقلب كانسر كولو وبعدين اشيل كولو، شيل ياض. هو الاسف كولايتس اخطر لو جيب سن صغير ولا سن كبير؟ ايه صغير؟ 10 سنين ده لو سن يعني مثلا واحدة عندها 50 سنة ده لا أصل كلايتس. أقرب كده كبر دماغك. هي 60 سنة هتكون واعية في بلاعة أو واعية في علامة الكون. الستاتيستيكالي هي مات. أنت ما تقعدش بقى تتنمر قوي كبر دماغك يعني. إنما شابة صغيرة ده لا أصل كلايتس؟ لا طبعا 10 سنين ده هتبقى صغيرة لسه. وهو كل ما الوقت يتطول كل ما احتمالات السرطان ايه؟ تزيد. شيل الكولون اخلص. والاصل في لايتس دي بتبدا في الرقبه الاول وبعدين تنتشر توردز ذا رايت سايد. عايز تشيل يبقى هتشيل الرقبه والكولون. انا نهار اسود اشيل الرقبه والكولون والعينه كبقاي او موضوع في ايه دلوقتي؟ اليوسكول. اعمل لها ترمينال اليوستومي واحط عليها كيس. ترمينال اليوستومي فور لايف. يا دكتور الاستر كولايتس ده كومن في سن كام؟ 40
يعني في مين 40 سنة؟ طب احنا لو عملت الواحدة عندها 40 سنة يسقط، ايه اللي هيحصل لها؟ أول حاجة هتحصل لها ايه؟ جوزها هيطلقها. ليه يا ولاد؟ رجالة الهوا يا ولاد. يا مأمنة للرجال، يا مأمنة للمية في الغربة، فاهمين يا ولاد؟ هي ايه الستات بقى كل ما تيجي تقعد جنب جوزها تحطه بنت دي عندها بنت يسقط. بس ايه سنس ايه؟ هو طول ما قاعد جنبها ما تبعدي كده شوية النهاردة ولاد. بعدين خلي بالك الستة ما بتبقى 40 سنة بقى جوزها ايه؟ 45 مثلا، فاهمين؟ الراجل 45 سنة بيبقى لسه شاب، الست 45 سنة بيبقى البيض خلص، فاضل بيضة بيضتين ده رزق، فاهمين يا ولاد؟ فالكراتين قربت تخلص، هي بقت في مين فاتي فتايل كورتي، وهو اصلا عمال يبص لها يقول لك انا حظي من الدنيا المفروض يبقى احسن شويه، وانت مرجعها له اصلا ريحتها كتار. والعيال يا ولاد انتوا صغيرين في اعدادي 40 سنه دي، يعني العيال في اعدادي ثانوي مش عارفين يدافعوا عن امهم قوي، فاهمين يا ولاد؟ فانت نهيتها سوشيال الكلام وفينش ده. فبندي عشان كده يا ولاد بندي كورتيزون وسلازوبايرين اللي هو كورتيزون ومطهر معه، مش عشان حاجه. I am buying the time for the mission. لما الكولون يبقى انجري لوكينج ومليان ديسبليزيا جامده شيل، هناخد 10 15 سنه هتبقى ساعتها 55 سنة وجوزها هيبقى كام؟ 60. 60 هو سكيميك هارت ديزيز وهي عندها كولوستوم، والعيال كبرت، العيال كبرت وعماله تقول له ماما ايه؟ فاهمين يا ولاد؟ خلاص كده استابيلايز هير سوشيال. وكأني بدي الكورتيزون والسلازوبايرين دول يا ولاد، I am buying time for the patient. مين؟ لكن هو طبعا الالسر كولايتس على بري كانسرس كونديشن، ولو عدى 10 سنين احتماليه الكانسر بيزيد بقى كل ما الوقت يعدي، بالسيفيريتي اوف ذا كيس او بالتايم اوف ذا كيس. مين يا راجل؟ السؤال الجاي، طب بالنسبه للكرونز، الكرونز بقى اكيد اكيد مش سيرجن، لان هو بيجي في الماوس والاسوفيجاس والاستومات والجوجنم والهيليوم والبولون، فاهمين؟ يقعد يلطش 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 كده حتت لطش، يقول عليها سكيب ديليشن، سكيب يعني النطوه، سكيب يعني النطوه. وانا لو جيت اشيل كل الحاجات دي اولاد العاد هيبقى ايه؟ كلمات متقطعه، هيبقى ميديك ايجنت. فاهمين يا ولاد؟ وبالتالي العلاج كورتيزون وسلاسل صغيرين، ولو جاله انتستاينال اوبستراكشن نبقى نشيل حته اللي عمل انتستاينال اوبستراكشن. كرونز اولاد يقلب مالجنانت بنسبه قليله قوي غير الاستروكلايتس، الاستروكلايتس اكتر. لكن الكرونز عيبه يا اولاد ان يعمل انتستاينال اوبستراكشن وفيستلا. يعمل فيستلا لانه بياخد كل الليرة. فيعمل انتستاينال اوبستراكشن وفيستلا اكتر. الكومنست كومبليكيشن للكرونز الفيستلا، بس ساعات تقفل. فالكومنست انديكيشن فور سيرجري في الكرونز انتستاينال اوبستراكشن، فاهمين؟ الكومنست كومبليكيشن للكرونز فيستلا، سواء الفيستلا ممكن نعالجها كونزرفاتيف فاتيك. ولذلك الكومنست انديكيشن للسيرجري في الكرونز انتستاينال اوبستراكشن. بعد ما سمعت مني البوبين دول، لو جالك عيان عدى على اثنين زمايلك عنده اسهال وعدى على اثنين زمايلك وزمايلك مسلمين ومشتاق اسهال كويسه،
ناوي تعمل ايه؟ كالتشر اندوسكو. عملت اندوسكوبي خدت بايوبسي طلعت اصل كولايتس. خلاص انا شخصت العيان مش محتاج حاجه تاني. تقعد يقول لك اعمله باريوم انيما هتلاقيه يكون بقى رفيع قوي ما فيهوش استريشن بقى زي البايب ستيم رفيع قوي ده ليه؟ طب ليه؟ انت لو عملت منظار وخدت بايوبسي طلع اصل كولايتس خلاص هو اتشخص. ما لو طلع كورونا لازم اعمل له حاجه دلوقتي. شوف زميلكم قال لي اعمل له باريوم مين وباريوم مين. باريوم مين فول ثرو. شوف زميلكم قال لي بص انت تمسك العنده انكوزيف باريوم باريوم من فوق باريوم من تحت وباريوم في ودانه تقول لك ابص رجلك وداني مسدوده فيها طبله. لا طبلة ما بتعديش مريم تقول له انا حافظ مريم من جميع الفتحات. بنعمل له حاجه اسمها مريم مين فول ثرو. هو في سؤال بعد ما زميلته خد الكبتين دول في عضمه هيتغير؟ لا ممكن يتغير ويتغير وراه عدد لا باس به الناس بعد ما يسمعوا الحاجات دي والنهار ده كده يتغير وراه عدد لا باس به من الناس. لكن في ناس لا اولاد والله لو اتشقلت هيقول لك كده اعمل له باريوم. اعمل له باريوم يا زي ايه؟ مسقعه جدع يعني مسقعه مثلا او الكليه العلوم يعني باريوم يطبق باريوم. لكن غير الطالب يقول لك اعمل له باريوم مين فولو ثرو عشان نشوف بقى ايه ليشن الاسكيب ليشن عشان نشوف الاسكيب ليشن فاهمين انا ده. انا كلامي يا اولاد كان عن انفلاماتوري باول ديزيز اللي هو عبارة عن ايه؟ اسهال. اسهال ريزيستنت فور تريتمنت. والاسهال ريزيستنت فور تريتمنت ده هيبقى كرونز اسيد كولايتس. الاختلاف بينهم اختلاف ايه؟ اتوماتيك. الاسيد كولايتس مرض ليميتد للميكوزا وسب ميكوزا. لكن الكرونز مرض عام اشمل ياخد ميكوزا وسب ميكوزا وماسكولوزا وسيروزا ويجي في اي حته في الجي اي تي من ماوس للانس ودايما يعمل سكيب ديليجن. الاصل كولايتس بيبقى العيان اكثر عرضه للسرطان لكن البرونز اقل عرضه للسرطان لكن اكثر عرضه للانتستاينال كونستراكشن والفيستلا. فيستلا اللي واخد ميكوزا وسب ميكوزا وماسكولوزا وسيروزا فبيلزق في الاورجنز اللي حواليه ويعمل فيستلا. الفيستلا ممكن تخف عشان كده اكتر انديكيشن اكتر كومبليكيشن للكرونز فيستلا. ولكن اكتر انديكيشن فور سيرجي للكرونز هو انتستاينال اير اوبستراكشن. واضحه ده؟ طبعا العيانين اللي عندهم اسهال دول عندهم بلد ابزوربشن ما هو الترانزيت تايم للاكل قليل فبالتالي هم عندهم بلد ابزوربشن فصحتهم العامه مش قشطه. صحتهم العامه هو الاصل كولايتس ده ولاد عباره عن التهابات والسريشن في الكولون. ايه التايب اوف بيشن؟ ميل عندها 40 سنه ونايم لسه دلوقتي. ايه الكوز؟ النور. قولوا لي نظريه اوتو ميون. ايه السبب الناس بتقول ان اوتو ميون؟ في ميل 40 سنه التايب اوف بيشن وريميشن وسنسيتيشن برافو عليكم. وحاجات تانية بقى عمال بقى ربنا يبعت لنا رسايل يقول لنا بس انتوا لسه ما عزلتوش الانتيبودي بس هو غالبا اوتو ميون. خلي بالكم العيانين دول يجي لهم ايريدو سايكلايتس يجي لهم انكلوزنج سبوندلايتس روماتويد ارثرايتس بايوديرما جانجرينوزا ريسمانودوزم يعني حاجات ايه حاجات اوتو ميون كلها. في رسالة ربانية في رسالة ربانية وكأن ربنا بيقول لنا كده خلي بالكوا المرض ده غالبا اوتو ميون. على فكره يا دكتوره انت عماله تزودي احكام الكوميونيكيشن كان كوميونيكيشن جنرال ولوكال جنرال هتلاقيني كاتب روماتويد ارثرايتس وانكلوزنج سبوندلايتس كوميونيكيشن بتاع الاسبرايتس.
اللي انا وعدت كلها اولاد ان انتوا تختاروا كل الكلام ده وعد الشرف فيه. لكن اوعدك بقى انت هتفهم ولا مش هتفهم حسن المتابعه. الطالب الاولاد يفهم لما يكون السبب نور. الطالب يفهم كويس لما نكون احنا عارفين السبب. فعارفين المرض ايه؟ سبب ايه؟ باثولوجي ايه؟ بيعمل كلينيكال ايه مربوط مرتبط بالباثولوجي تريتمنت فاهمين؟ لكن لو جزء النون الطالب بيبقى معايا بحساب ريش. لازم يفهم ظاهره في الكالتشر واحنا بندرسها وبنحطها في الكتاب. بس احنا عشان ندرسها بنحطها عناوين، بس انت لازم تفهمها ظاهره. والا مش هتفهم حاجه. فاهمين؟ الاصل كولايتس ده ولاد مرض فانوني كيورت. وغالبا ان هو اوتو ميون، والسبب دلائل ان المرض العيال بيجي له اذر اوتو ميون مانيفستيشن وفي بوست فاملي هيستوري. حاجات الاوتو ميون ديزيز كلها كده. خدت ولاد روماتولوجي؟ حتى لو خدت مش خدت. واحد قال لي وحش الروماتولوجي ده وحش. لكن هو روماتولوجي مرض اوبانون ايتيولوجي اوتو ميون. من اولاد واحيانا يبقى في بوست فاميلي هيستوري واحيانا تلاقي العيان عنده اكتر من حاجه اوتو ميون مع بعض السؤال الجاي طب هو ايه الباثولوجي بتاع الاصل في لايف؟ انفلاميشن واكسديشن في الكولو. طب انتوا عارفين الكولو عامل ازاي في الهيستولوجي بتاعه؟ سؤال؟ الحركه دي الانجليزيه ما عامل كده؟ عامل كريبت. جميله قوي الحركه دي صح؟ ايه؟ يعني جميل جدا كان زمان يقولوا لنا كولوم في كريبت. ف مش قال الكولوم ده بيوصل له كقاب الميه. كقاب يوصل لكل الميه. يوم الميه تنزل في الكريبت والسوليد تفضل فوق. فكل ما الكاكا يعدي في الكولون المايه تتشفط منه يبقى كاكا على بال ما يوصل البيت في الكولون يبقى كاكا والمايه تتشفط. شفت لبس دي جميله ازاي؟ تعرفين لما بيجوا يغسلوا عربيات المكان اللي بيغسلوا فيه العربيات يحطوا فيه مدره كده شبك يعني عشان المايه تنزل في المدره دي وبعدين يتبقى بقى طوب الزلط اللي نزل في العربيات يرموه حاجة عشان دول ما يسدوش البلاعة لكن الماء تنزل اللي عمل حركة الشبكة دي شاف القولون اهو جميلة جميلة شايفين عرفت كل حاجة حوالينا ازاي موجودة في الكتاب كتابنا فظيع جميل تعرفين لو حصل ألسر طبعا في بكتيريا بتعمل انفكشن وابسس بيسموها كريبت ابسس كريبت ابسس دي ما هي الا ابصر حصل عليها انفكشن فعملت ابسس بيسموها كريبت ابسس طيب الاستورج بقى كان بيقول لك الكولوم في كريبتس ليباركان حتى اسمه ريشي فطبعا لما ولا ليفر يعني خلينا عمليين برضه لكن الطالب لو كان شكل مجرى ولا لو عندهم كولوم بالمجرى الطالب ده سباب اصلا لو علموها له بالمجرى كل ما يجي يشوف عربيات بتنزل يقول لك الاولون الاولون هو فاهمني ولا تفرق معاك فانا لما اقول لك بقى ان الكريبس يبقى فيها اوسط الطالب والالسرز تبقى بتجني فتعمل دريفت ابسس سؤال اي كيو اي كيو تعريف الاي كيو جمع معلومات سابقه في حل مشاكل جديد هي الالسرز دي اكيد ولا كرونيك؟ ايه كرونيك؟ هو المرض بقى المرض كلها كرونيك عارف انت لو قلت مين كلها كرونيك؟ لو مرض انا لسه عارف الاوتوميتيز كلها كرونيك على حضرتك بس بقى كرونيك انفلميشن اند واضحه ده؟
اما الالسر بتحاول تلحم مش عارف. ادي الالسر وادي الالسر. دي ايه ده يا ولاد؟ ادي الالسر وادي الالسر. ايه دي يا ولاد؟ ودي ايه؟ ان بتوين بقى بتحاول يلحم. فبقى في ديما وترايلز وفيلينج بتقب كده تعمل حاجه اسمها سودو بليباي. بس انا مش بقول دي ترايلز وفيلينج وديما بيقولوا عليها سودو بليباي. يعني انا قلت لك ان كولون في الاصل كولايتس كولون ملتهب ملتهب وفي السر. انت تقول ايه؟ بقول لك تحت الميكروسكوب كريبتس فيها السر وابسس. انت تقول ايه؟ وفيها سودو بوليباي. انت تقول ايه؟ طب لو قلت لك ساعات بيبقى في باكوش ريايتس تفتكر؟ الميوزيكال بادري بايظ فاهمني؟ فبيعور الترمينال اريا. والالسرز والالتهابات تاخد الميكوزا وايه؟ والصب ميكوزا. طالب كده اولاد يقدر يقرا في الالسر كولايتس ديفينيشن انسيدنس ايتيولوجي باثولوجي. الالسر كولايتس بيبدا من الريكتوم ويروح ناحيه اليمين. الأصل كولايتس بدايته في الرقبة وبعدين يروح ناحية اليمين. هو العيال اللي عنده أصل كولايتس السيروزا بتاعته نورمال ولا أبنورمال؟ نورمال ليه؟ عشان هو بياخد ميكوزا وصب ميكوزا. أنا ممكن أقول لك المرض بياخد ميكوزا وصب ميكوزا وبعدين أسألك في الام اس كيو السيروزا أخبارها إيه؟ وأنت تفهم. طب هما بيسألوا كده ليه يا ولاد؟ عشان الكرونز بياخد السيروزا. السؤال الجاي طب هو الجراح نايم على الحته دي قوي ليه؟ عشان ما بفتح العيان لما بفتح العيان الكرونز يبان على الانتستين من بره انما الاصل كولايتس ما يبانش على كله من بره. فاهمين ليه الجراح يا ولاد بينام على الحته دي؟ ان الاصل كولايتس ما يبانش على كله من بره لكن الكرونز يبان على كله من بره لان السيروزا افكتد. طبعا الكلينيكال بيكتشر اولاد بتاعت الالسر كولايتس دايريا ريزيستنت فور تريتمنت ويز ريميشن اند اكسسربيشن. الام زودين بق كده اولاد ساعات العيان يبقى عنده 500 السر. ال 500 السر كلهم انفكتد فالقولون مليان صديد. القولون مليان صديد فبيتشل بيحصل له لوس اوف فانكشن يقولوا عليها توكسيك ميجا كولو. الكولو يا ولاد بيبقى فيه 500 السر. ال 500 السر كلهم انفليمد وعاملين ابسس. فالكولو مليان صديد. فالكولو لانه مليان صديد هيبقى توكسيك ودايليتد يقولوا عليها توكسيك ميجا كولو او توكسيك دايليتيشن اوف ذا كولو. طبعا توكسيك دايلاتيشن زي كون ده عين فيري توكسيك البيشنت فيري توكسيك هي ويل داي ده سيرجيكال ايمرجنس. عارفين توكسيك دايلاتيشن زي كون ده ولاد لو ما استجابش الانتيبيوتيك والريسسيتيشن اخش اعمل توتال بروكتوكوليت على طول. يعني الكولوم كله بيبقى خراج. الكولوم كله بيبقى خراج كبير توتال بروكتوكوليت. طبعا المانيفستيشن اكسترا انتستاينال والاكسترا انتستاينال مانيفستيشن كلها دلاله على ان المرض اوتوميون. يعني الاكسترا انتستاينال مانيفستيشن كلها دلاله على ان المرض اوتوميون.
intestinal manifestation toxic megacolon اللي هو الاكيوم برزنتيشن، او ممكن يقلب مالجنا، يقلب مالجنا لقعد المرض اكتر من 10 سنين، زياده في الوقت، زياده في السيفيريتي، زياده في السودو بريبال، زياده في الوقت، زياده في السيفيريتي، زياده في السودو بريبال. طبعا لما عيان اتصف كلايتس او لاد يجيله سرطان، هيبقى السرطان مالتي سنتري غالبا وسين كرونس. ايه الانجليزي ده بقى؟ يعني ايه مالتي سنتري وسين كرونس؟ سين يعني ايه؟ مع يعني يجيله سرطان في البلج كولون، سرطان في الترانفيز كولون، وسرطان في السيكم، يجيله كذا سرطان وبيبقى اندفرنشيتد، سرطان وحش اندفرنشيت. طبعا تخيلوا لو 500 ألسر بتنزل، واحدة من أسباب الماسك بليدنج بالرقبة، تخيلوا 500 ألسر بيخروا الدم، واحدة من أسباب ماسك بليدنج بالرقبة. انا قدامي دكتوره بسم الله ما شاء الله ماسك ايدي بنقطه حاطط عليها علامه حمراء، التهابات حاطط عليها علامه صفراء، فاهمين؟ بيقول لك التهابات اصفر، ايدي احمر، بعدين في الاخر العبره بايه؟ لا اشاره حمراء، لا اشاره صفراء. تعرفين قصد كولايتس يا ولاد؟ القصد كولايتس يعمل سيفير بليدنج بالرقبه، 500 ألسر بتنزل في ولاد، 500 ألسر بتنزل. لهو على الطلبه اللي قدامي دي ومستواها. تعرفين ممكن اقول لك الكرونز والاصل كولايتس ممكن يخلوا الانس مشرحه فشل، عامله زي القطايه، المطالب يقول لك ايه؟ ايه انت قلتها يا باشا؟ قلتها ليه؟ لانه ذكر الانا الكنان. النهارده في امتحان في الانا الكنان ومعاه كل ورقه. يعني 500 فشل في الانس يا ولاد؟ لا طبعا ده دلاله على ان في كرونز ألسر كولايتس. مثلا انا قلت لكم ممكن واحد يجي له بري انال فيستلا، لكن لما يجي له 15 بري انال فيستلا وفيهم حاجات سوبرا سفنكتيريك او اكسترا سفنكتيريك، لا في مشاكل عند العيان كرونز ألسر كولايتس، فاهمين؟ يعني البري انال ساتيوريشن والبري انال فيشر في العيانين بتوع الألسر كولايتس والكرونز لا واردين طبعا، فاهمين؟ انفستيجيشن طبعا ممكن اعمل كولونوسكوب باخد بايوبسي، ممكن اعمل باريام انيما، ولو عملت باريام انيما ممكن الاقي لوس اوف هوستريشن اللي هو بايب ستيم، لوس اوف هوستريشن بايب ستيم، والاقي كيلينج ديفكت سودو بوليبار بايب ستيم وسودو بوليبار. التريتمنت بتاع الاصل في كولايتس اولاد ميديكال، بندي كورتيزون وسلاسو بايرين. ليه اولاد ميديكال؟ ليه بدا ميديكال؟ I am buying time for the patient، فاهمين؟ الكورتيزون ممكن يتاخد سيستميك وممكن يتاخد انيما. ايه رايكم؟ مين احلى؟ ليه انيما احلى؟ شوف سبيرج وقال لها انيما عشان توصل للريكتم، قلت له طب السيستميك ما بتوصلش للريكتم، قال لي لا الريكتم بيبقى كده قدام، لا قدام ده بساطه. دكتور عرف لي عشان اقلل الكومبليكيشن وانا مش معترض بس عايز حاجه اقوى، عشان اخد اللوكال افكت والسيستميك افكت. الانيما اولاد تديني لوكال افكت على الكولو وتديني سيستم افكت، انتوا عارفين ان الهوسه زي الانترافينس انفكشن. انتوا عارفين الهوسه يعني انت وهو بيقوي الانترافينس انفكشن ولا لا؟ تعرفوش؟ ايوه الخجل اين حمرتك؟ برقع الحياه يا اولاد برقع الحياه.
تعرفين اولاد تدي عيال البوسه والتاريخ زي ما تدي له انترا فينس انجكشن. اللي بوسه اولاد ده اللي بوس ده بيتشفط بسرعه. ده طبعا لما بتعمل ايه مع اولادي بقى تاخد لوكال انفكت وسيستمك انفكت. فانت لو كنت في الفارما ايه صح في الفارما عارفين في برشام برشام وان البرشام ده بطيء ياخد وقت غير الحقن. والبوس ده ولاد انا ما بقولش انترا ماسكولار انجكشن انترا بيز كانت معلومه كده مهمه في الفرق. السؤال الجاي تفضل قرار تعمل عمليه هيبقى توتال بروتوكوليك. السؤال الجاي يا رجاله هعمل توتال بروتوكوليك. هو انا عايز اشيل الرقم ليه؟ هو اول حته افكتد اصلا يعني الرقم ده اول حته افكتد. طب لو عملت توتال بروتوكوليكتومي هنعمل ايه؟ ترمينال بيشوفش. تعرفين لو جه طبطب عليها كده وقال لها كيف حالك يا خفة وحاول يحضن كده تتكسر في ايده تك 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 عندها اوستيوبروز بصحبة مرض ودايابيتس وهايبرتنشن مرض. يعني انا بحاول الولاد ايه؟ الخفة
بتوفرها من مكنه كبير قوي يعني. وانا بحاول اقول لها ايه فوفه. طب وليه بتحولها لفوفه احسن ما نحولها لكوخه؟ فهي فوفه يا كوخه، نحط كده الاتنين في الميزان تطلع فوفه احلى. عشان كده بنديها كورتيزون. I am buying time for the patient. لغايه ما جه الدكتور الله يكرمه قال ما ناخد حته هيليوم، يعني انت تشيل الكولوم من رجله الباقي لقينا الكلام. هو بعد كله الركتم صح؟ وبعد الركتم ايه؟ وبعد لقينا الكنال يا ولد القعده على فكره لا تعبت قعده في الحصه. بقول لك بس انا لعلمك فاهم كل الكلام اللي بيقوله بس انا تعبان. عارف انا لو نمت كويس صح كنت اتجاوبت معاك. هو بيقعد طول عمره كده كل يوم تعبان. هو كده اتيتيود كده. بعدين بتشيل الكولوم كله والبلف كله يبقى ايه؟ والرقم. فيبقى لقينا الكلام. امتحان؟ هات الورقة وبعد. فخد حتة ايليا يا مولاد، خد حتة ايليا وحول له ريزرفوار. عملوا رقم. يعني خد حته هيليوم وعملوا ريكتم. العمليه دي يا ولاد لما بقينا نعمل باب بروكتو كولينكو الى ريزرفوار دلوقتي بدات ايدينا تطول على العيانين. يعني بدري بدري بدل ما تبقى فوفه اخلص بنعمل لها توتال بروكتو كولينكو الى ريزرفوار. بص يا ولاد انا مش عايز بان بروكتو كولينكو تيرمينال اليوستومي. اكتبوا على الباقي هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لان هو الستاندرد بان بروكتو كولينتو ايليا والترمينال كيوست. هو ده الستاندرد بتاع الكيوست. يلا وزع الورق. ايه؟ الريزرفوار بناخد حته ايليام ونعمله ركبه. يوم الاربع هو النهارده ايه؟ يوم الاربع بقى خدوه بلاصه. خدوه بلاصه.